المنطقة هذه نقول هي وادي الصليب العليا الحالي هذه. الشارع اللي احنا جينا منه هو ما يسمى البرج، ومن بنى حيفا في العام أو في القرن 17 اللي هو دار العمر همه جدا انه الفلسطينيين العرب يكونوا ساكنين في هاي المنطقة قريبين على بوابة عكا، وهون عمل حامي عمليا اللي سماها البرج باعتبار انه هو كان خارج عن نطاق السلطة العثمانية وحربين لفترة. طبعا فيما بعد العثمانيين قتلوه باعتبار انه هو متمرد فلسطيني، اول متمرد فلسطيني في الجليل في القرن 17. بهذا المرتفع من حي وادي الصليب اللي انا عمليا ولدت فيه، وكمان يعني جدي كمان ولد بهذا الحي. يعني هو عبارة عن مساكن اللي قلنا وادي الصليب العليا. يعني احنا بننتبه انه وادي الصليب كمان كم متر لتحت، لكن الابنية هذه بنوها بسنوات العشرين والثلاثين الأشخاص اللي كانوا ما يسروا الحال. احنا أمام مدخل البيت اللي هو له قناطر، والقناطر هذه انبنت بفكر بنهاية القرن التاسع عشر، وبعدين فيما بعد البناء الآخر اللي فيه استعملوا السمنت، وإذا مش غلطان كمان إنه البرندة اللي موجودة هون هاي بفترة لاحقة. هاي الخربات عملياً اللي أنا استمديت منها أعمالي، واللوحة اللي نحنا بنحكي عنها اللي هي الخروج من حيفا كانت تمثل في الواقع هذا المكان والمكان الآخر الموجود بوادي الصليب اللي مشكل مكان لنسبة عالية من السكان. يعني أنا بعتقد أنه في هذا الحيز السكني بهاي المنطقة كان في حوالي 15 ألف أو 20 ألف ساكن فلسطيني في هذاك الوقت. هذا يعتبر في مفهوم اليوم يعني 20 ألف بشكله عمليا مدينة متوسطة، مدينة صغيرة. ومن هون كان اللجوء إلى البحر، من هون يعني تركنا الميناء، ومن هون حلت فينا النكبة. قديش كان عمرك؟ كان عمري 6 سنوات. نعم 6 سنوات. إيش أكثر إشي بتتذكره من الوقت؟ يعني الأبنية الفارغة هي بتشكل بالنسبة لي يعني أنصاب تذكارية لأشخاص اللي بعتقد عندي تصور إنه يعني أرواحهم بعدها بتطوف في المكان. تيجي لهون كثير؟ لا انا المزبوط يعني اذا باجي انا بفتح يعني صندوق بندورا كما يقال. يعني يعني انا اوكي يعني انبهر، بس بنفس الوقت يعني بعيد ذكرياتي وبستمد طبعا من هالاماكن كمان روح. أنا أزمكم أدخن سيجارة معلش. تحس حزن لما تيجي لهون؟ أكيد أكيد.
ايش هناك مطعم ايش حيفا ولا ايش؟ غزة؟ هناك مكتوب مطعم حيفا. يعني انا بذاكرتي انه كان في سطح فوق المبنى الاول وانه هناك كان واقف جندي، والاخضر هناك نازل مدخل، هذا كان مدخل اوسع والان يعني اغلق عمليا، لكن المدخل الرئيسي اللي كان هون واكثر سكان الحاره اكثر سكان منطقه حيفا عمليا دخلوا من هذا من هاي البوابه. وهناك كانت السفن الانجليزيه او الزحافات الانجليزيه كانت واقفه، ومن هون نقلوا الفلسطينيين عمليا لانحاء مختلفه، منها لبنان وبعدين توزعوا في العالم العربي كله. صوري هون الاف من الناس سكنوا في هالمنطقه، يعني بين وبين البحر مش اكثر من 30 متر 40 متر هذا الفارق كان، وانه الجنود الانجليزي اللي كانوا واقفين هون كانوا يعني بترحاب يقولوا الناس يمشوا، لكن ما كانش يتركوا واحد يرجع، اذا واحد نسى شيء يعني مشلو رجع. هون كانت البوابه لعالم مجهول. ولدت بالنخبة عمليا يعني ما قبل النخبة بسنوات قليلة، وعشت الغربة والتشرد مع أبناء الشعب الفلسطيني في مخيماته المختلفة. أعمالي عمليا مثل ما قلت يعني أشكال مختلفة بتتراوح وبترجع كمان بجودة أخرى بتقنية أخرى، طبعا بالإضافة أنه أنا اشتغلت في موضوع النكبة اللي هي نكبتي الشخصية، لكن اهتميت كمان في مواضيع حياتية أخرى. يعني همني جدا موضوع الجانب الجمالي الانفعالي العاطفي اللوني التكويني المادة اللي استعملتها بأساليب مختلفة، وبالتالي يعني ليس فقط في موضوع أعمال تشير إلى النكبة بشكل مباشر. بالنسبة لي المرسم المقام من العام 85 هو مركز إشعاعي ثقافي وبنفس الوقت هو مكان استحضار الروح كالمعبد وككل بيت صلاة آخر.
كان مؤثر بالنسبة لي هذا اللقاء تحت في البلد، وكأنه عالم رجع لي كمان مرة. وملاحظين إنه نفس الشيء مش هيك؟ وأنا ما حاولتش أنا أروح على المكان كمان مرة، لا قلت أنا بدي أكون أمين للي أنا شفته لما كنت صغير. داخله كمان صندوق آخر وفيه صورة فوتوغرافية لقسم من أفراد العائلة، فهي والدي
هوني لما كان بتوقع عمره 55 سنة، ووالدتي وأخوي الأكبر وأنا وحفيد قاسم عبدي اللي هو والدي.